هذا الدكتور أمان موجود، أنت جيت هنا يعني عيادة أسنان مع الدكتور أمان، يريدون يعرفون شلون خبرة مع الأسنان، يعني علاج مع الأسنان، شغلهم شلون مضبوط. أنا جيت هنا لعيادة الدكتور أمان، صراحة كنت خايفة، يعني بين قلق بين خوف بين مأمنة بشغل الهندي هنا بصورة عامة. أي فمن البداية كنت خايفة، بس من اشتغل بنور الوقت وخاصة الإخوان بصورة عامة كلهم، خاصة دكتورة تنو وحسن ودكتور أمان، كانوا كلش يعني كل شغلهم دقيق ومرتب وياي، وما قصروا وخلوني براحتي، وخطوة بخطوة هم وياي يقولون على راحتك شنو الترديد سوي كذا. أنا كنت خايفة بالبداية، شايلة هم وبكيت بصراحة، بس بعدين لا النتيجة أوكي أوكي أوكي، جزاهم الله كل خير. أسنان شغل يعني كأسنان ورا ما خليت أسنان كأكل تقدري تأكل البي. لا كانت نتيجة حلوة، نتيجة حلوة. كنت قبل كنت ما أقدر أكل على الأسنان الداخلية، يعني كلش ما كنت متحضرة، يعني أكل كلش قليل أو شيء يعني شلون يعني بسيط. فهسه لا براحتي اكل، اكل عجيتين براحتي، وعلاجهم كان مضبوط وشغلهم كان بعد اضبط ومعاملتهم كانت جيده جدا. يعني اغلبيه ناس يجون هنا وما يخافون، شلون انت قلت لي؟ اي كلش خايف خاصه شغل مع البراري. هاي الخبره شلون مع البراري خاصه؟ ما يحط اي كنت خايف والخوف اكثر شيء شفت اسناني البردن، قلت راح يستوون بعد فد مره يعني. فبعدين لا اعطوني الامان هم ومصعوم اعطوني امان، فبدنا اشتغلوا لي. وكنت خايفه من الزراعه، والزراعه لدكتور امان هو بنفسه زرع لي الاسنان، ما حسيت باي الم، يعني صورت ثاني دم وصور شيء لا قشوه لا دم ولا هاي. ساعتي مرتاحه الحمد لله، لا مرتاحه ورحت اسوي لهم مفاجاه جماعتي بالعراق، وان شاء الله يقول عني خدمة، أي ناس يو علي عني دكتور إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله، يعطيك الصحة والعافية. Thank you very much.